الخبر الأول اللي عدنا عن عصومي شنو صار ويا أبو. فعصومي نزل على سبب الانستغرام شوية ستوريات، وبهذه الستوريات تطمن بها المتابعين على شنو صار ويا أبو، هو تحسن رح يطلع من المستشفى، حطكم ستوريات شوفوها. الله يسعد مساكم جميعا، كيف الحال، شو الأخبار، طمنوني عنكم. حبيت اليوم أنا أطلع وأطمنكم وأحكي لكم أنه الحمد لله حالة بابا فيها تحسن كبير ولله الحمد، وإن شاء الله خلال يومين ثلاث راح يطلع من العناية المركزة، ومن ثم بعدها بأيام أيضا قليلة راح يطلع من المستشفى. فإن شاء الله يعني قريبا راح نسمع إحنا وإنتوا أخبار طيبة، نسأل الله أن يتم عليه الشفاء العاجل يا رب العالمين، ما نتوقف عن الدعاء، وإن شاء الله أمور طيبة. زي ما حكيت لكم بابا حالته فيها تحسن جيد ولله الحمد، وقريبا راح يخرج من المستشفى. تحياتي لكم جميعا وهلا والله. الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر. فأول يوتيوبر عدنا هو نورمر، فنورمر نزل على سبب الانستغرام شوية ستوريات، وهذه ستوريات يقول بها انه راح ينزل مقطع اليوم الساعة بالأربعة على قناة الاساسية، ولكن فكرة هذا المقطع انه يكون فكرة مقطع بدون مونتاج الصورة، يكون الفريق كله على طبيعته، وبس وقت صالح على ناس وصال انه هو يحبهم. اكون راح احطكم هذه الستوريات، حاب نشوفها كامل. يا جماعة الخير، الله كبيرك، على اساس مرة انزلكم فيديو بكرة، بس بعدين فكرت قلت لازم انزلكم فيديو انه في مشكلة بتركيا اللي هي حجر 19 يوم بالبيت ما بصير تطلع ابدا، فما بعرف هداك وقت كيف بدنا نسوي. بس انا فيني اطلع يا انت معك، هداك وقت ما بعرف كيف بدي ادبر اسوي فيديو هيك، المهم تبعوا. فمشان هيك فكرت انه لازم اليوم اصوركم وانزلكم بكره، فاجتني فكره انه هي فيديو من دون مونتاج، رح نبرك كل الفريق مع بعض ونحكي حكي من دون مونتاج، بس ايش الموضوع رح يكون ما بنعرف. والله لا صحر. رح احط لكم بوكس هون اكتبوا الموضوع اللي بدكم نحكي عنه، ورح نبرك من دون مونتاج ابدا، بيطلع بالضبط. جماعة الخير كيفكم؟ لا تطفي الضوء عم بصور ستوري. جماعة الخير كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير، صورناكم الفيديو. جد راح تتفاجئوا منه كتير، بكره راح ينزل على الساعه 4 قناتي بدون مونتاج، فيه مواضيع كتير غريبه وفيه كل شيء صراحه، وما فيه اي قص يعني بدون اي تعديل على الفيديو، راح تشوفوا كل حقيقتنا وكل شغله. بس نسيت شغله، انت صوره مصغره. صح، انا اخذ صوره مصغره، فخليكم جاهزين، كانت معنا كل الفريق بكره الساعه 4 بفيديو رهيب. بدي هذا الفيديو عليه دعم كثير قوي. ها هون الاضاءه احلى، خلينا نشوف مين كراشي من يوتيوبر البنات، مين كراشي من يوتيوبر البنات. صلا لا اخوي انس، انا اسف كثير. مع بربكم انا رضيان بانور، بس طالعوا لي غير رضيان بانور. كراشات شباب يعني ما فيه بنات ابدا، هلا لقيته واخيرا يطلع لي غير شيء. طلع لي زوجة. أما اليوتيوبر الثاني فهو أسامة مارو، فأسامة مارو نزل على حسابه بالإنستغرام شوية ستوريات يعلم من خلاله إنه راح ينزل مقطع ويا شيرين بيوتي، وهذا المقطع راح ينزل على قناة الجيمنج، راح ينزلكم الساعة بالستة، فاكتبوا لنا حبايب بالكومنتات المقطع من متحمسين أكثر من نورمار وأسامة مارو. الخبر الثالث اللي عدنا عن تهجم متابعين نور ستار على نارين بيوتي، فنارين بيوتي نزلت على حسابها بالإنستغرام هذا البوست، وبهذا البوست كان بهذه الصورة، فعلا هو من الكومنتات اللي جت كانوا يتمسخرون عليها وقاعدين يستهزئون بها، وبنفس الوقت هاي الناس لاحظوا انه برجلها كأنه اكو ضربة غريبة هي مضروبتها، وبنفس الوقت كانت كاتبة على هذا البوست انه ان شاء الله بس يوصل مليون لايك راح تصبغ شعرها كامل باللون الوردي، وطبعا الصورة حاليا عليها تقريبا 700,000 لايك، فباقي لها بس 300,000 راح تصبغ شعرها باللون الوردي، فاكتبوا لنا حبايب بالكومنتات اشتركوا بهذا الخبر وشاركوا بالتهجم اللي تعرضت له. الخبر الرابع اللي عدنا عن محمد جواني واستهزاء بيسان اسماعيل، جوان نزل على حسابه بالانستغرام شوية ستوريات، وهذه الستوريات كان يجرب لعبه اليو فلتر انه يختار من بنيه ومكرش عليها، فكان يطلع له بيسان اسماعيل، فشوفوا ردة فعله شلون صار يحكي عليها بالضبط. شي من البنات هات له شوفين، اول مرة عم جربه. اي لا لا لهون، اي لا بقى كثير هيك لهون اللي هاتيني باي. ارجع عيده مرة ثانية، ايات الكنزة سيدرا. اوكي يا جماعه راح افتح بس على التيك توك، تعالوا كلياتكم. الخبر الخامس اللي عدنا عن تهجم متابعين نارين بيوتي على بيسان اسماعيل وانس الشايب وموفلوكس واخته، فانس الشايب نزل على حسابه بالتيك توك هذا المقطع، وبهذا المقطع شن يسوون بهذا التيك توك؟ كل الكومنتات صارت تهجمون عليهم مثل ما شايفين بالتيك توك شنو قاعد يسوون اشياء غريبه، وقاعدين تهجمون عليهم انتم بايخين، وقاعدين نحذف الانستغرام من وراكم مثل ما شايفين شنو قاعدين يسوون بالفيديو، فاكتبوا لنا حبايب بالكومنتات هل تستحقون تهجم تعرضوا له او لا. وصل هنا وصلت مقطع حباب، راح احطكم رابط قناه بالوصف اللي هي رابط قناه عمار الاقرب، اتمنى من كل حباب يشترك بها، وصل 50,000 مشترك حنزل لكم بها اشياء خرافيه. بالنسبه لاشخاص الحبايب البث المباشر مال المباراه ما قدرنا نكمله لان البث المباشر للاسف فشل، حاولنا صراحه نسوي دخلنا 60,000 واحد للبث تقريبا، بس للاسف ما قدرنا نستمر بهذا البث. شكرا على كل واحد تفاجئ بالبث امبارح ودعم البث، شكرا لكم جميعا، بس للاسف ما قدرنا نوصل لشيء نريده، ان شاء الله حنعيد هذا الشيء بالمستقبل وان شاء الله ينجح، وبس جاكم فايزين، مع السلامه.